أهم خبر اتقال على مدار شهور فاتت. الخبر ده امبارح نزل أسعار الذهب في العالم كله، ولو حتى هنا في السوق المصري هتلاقي أسعار الذهب امبارح قلت يمكن 25 و30 جنيه في الجرام الواحد. أسعار البترول عليت، الأسهم شركات الطيران وشركات السياحة وشركات كتيرة جدا الأسهم رفعت بعد ما كانت منخفضة. إيه يعني هو الخبر ده؟ الخبر إن إعلان شركة فايزر الأمريكية على إن التجارب السرية للقاح ضد كورونا وصلت ل90 فعال بنسبة 90%. إذا في لقاح أو في فاكسين هيبقى موجود في الأسواق خلال شهر ونص من دلوقتي، موجود لشركة فايزر، وابتدت شركات أخرى كمان تعلن. الموضوع عامل يعني خبطة في العالم كله. امبارح كله بيتكلم، بايدن الرئيس الجديد الأمريكي بيتكلم على اللقاح وبيقول حاجة مهمة جدا. امبارح طلع ترامب لغاية من 3 4 ساعات فاتوا كان منزل كده، عمال ينزل كده بوستات كده. من امبارح كان لسه منزل بوست بيقول يعني هم نزلوا اللقاح اللي هو يبقى موجود في السوق بعد ما انا خسرت ب5 ايام، دي كانت مقصود. هو طبعا بيرجعها لان هو لو اتقال الخبر ده من 10 ايام فاتوا يمكن كان عدى في الانتخابات الامريكيه. فخبر مهم جدا مش للامريكان، خبر مهم جدا للبشريه كلها. قريبا يوجد فاكسين او يوجد لقاح ضد كورونا، قريبا ينتهي العالم من هذا الكابوس. مبروك للبشرية كلها. يمكن الشركات كمان أعلنت على أعداد كبيرة جدا ممكن تغطي كل دول طبعا العالم، يعني جرعات بالملايين، يعني أكتر من 50 مليون جرعة يا رب في أسرع وقت ممكن. بيتكلموا في مليارات. بتكلم مبدئيا يعني يا رب في أسرع وقت ممكن، زي ما بتقول كده في شهر ولا شهرين نلاقي الموضوع وصل لنا كمان إحنا الفاكسين.